بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم غادي ندير لكم خبز ديال العراسات، يعني خبز ديال العرس كادي يجي غزال رطب هائل، ما غاديش يخيبكم قدام الضياف ولا قدام الضيوف ديالكم اللي راكم عارضينهم. اللي كنحتاجوا في هذا الخبز، سنحتاجوا جوج دلايف كبار ديال فارينة أو دقيق الفورص، وتنحتاجو زلافة ديال السميد رقيق الفينو اللي كنديرو به البسبوسة حتى هو، وحتى نحتاجو جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، قولي واحد نص كاس صغير ديال الزيت العادية، جوج معالق كبار ديال الخميرة، وكنحتاجو كاس حليب، ولا ما كانش ممكن نعوضوه بحليب ديال البودر، اولا ما كانش حليب ديال البودر ممكن نعوضوه بالحليب العادي. وكنحتاجوا طبعا الملح والماء دافي، وكنحتاجوا الزبده، هذا حتى كنعجنوا عاد غادي ندخل فيه الزبده، ومن بعد مح ديال البيضه باش كنزينوا من الفوق. وكت ديك الساعات كيبقى اختيار واش بغيتوا ديروا الزنجلان فوق منه اولا ديروا الحبه السوداء. نبدا بسم الله، كنحطوا النواشف ديالنا الاول، كنحطوا شي معالق كبار ديال السكر ما يجيناش حلو بزاف، ندير حليب بودره جوج معالق كبار ديال حليب بودره، شوية الملح حسب الحل اللي بغينا، وجوج معالق كبار كما قلت لكم ديال الخميره. وطبعا ملي كيكون الجو سخون، ماشي هو الجو، ملي كيكون دافي، يعني ملي كيكون الجو دافي تقدر ديري غير قلب، ديري غير معلقه كبيره. ملي كيكون الجو بارد، بالنسبه لنا حنا في اسكتلند الجو بارد، فكان لازمنا ندير جوج معالق كبار ديال، وكندير واحد نص كاس صغير ديال الزيت، وكاس ديال الحليب دافي صغير ماشي كبير غير صغير، كيكون اختياري كما قلت لكم، يا يعني اما ديروا الحليب بودر انا درتهم بجوج ماشي مشكل. وكنحطوا السميد ديالنا، وكنحاولوا نعجنوا هاد العناصر ديالنا كامله بسم الله، كنحاولوا نمزجوا داكشي. طبعا الماء دافي على حساب الخليط ديالنا، عينكم ميزانكم، ما كنعطيش بالضبط الماء لانه كل واحد عينه، ما يكون ربما دير كميه كثيره ديال السميد وربما دير كميه كثيره ديال الدقيق، ف طبعا على حسب الكميه اللي عندكم ديال الماء دافي. نعجن هذا الشيء مزيان، جربته البارح قلت قبل ما نديرو غادي نجربو، يعني درت 14 وحده ما شاء الله، يعني كلشي عجبهم واللي دا معاه، شربنا به قهوه، شربنا به فروماج، شربنا به قهوه، يقدر يتكال بالمرقه كما تبغيو، يعني تقدروا تشربوا به قهوه، تقدروا ديروا سندويتشات يمشي للدراري المدارس ديالتهم، خاص دابا راه بدات المدارس. نحاولوا نمزجوا هاد العناصر، وفي نفس الوقت نردوا البال ما يجيش جاري وما يجيش قاصح، يكون بين البينين، ما كياخذش الوقت بزاف، لانه هو دابا غادي ملي غادي نجمعوا نخليه يخمر واحد نص ساعه حسب كما قلت لكم الجو شحال ديال الوقت، غادي غير تشوفوه خمر طلع غتبداو تكوروه ثاني وديروا كويرات خبيزات صغار، ودهنوا بالزنجلان ولا اولا الحبه السوداء كما قلت لكم، صح هذا غنبقى ندلك فيه، ومن نحسو الدلك مزيان غنحاول ندخل الزبده، حتى ندلكو هو الاول، ما دخلتش الزبده في الاول حتى نجمعه وندلكه ونديه ونجيبه عاد غندخل ليه الزبده.
الاول بعد ما جمعناه كما كتشوفوا عندو تشوفوا كيفاش راه طري. غنبداو ندخلوا ليه الزبده يعني تقريبا بحال واحد شي معلقه كبار تكون واخده حراره ديال المطبخ ما تكونش قاصحه. ونحاولوا نمزجوها لداخل معلقه ديال الزبده ونديهم ونجيبهم في هذا العجينه اللي درنا تنحسوا بها مازجات مع بعضها. عاد كنحطوها تخمر الخمره الاولى كتسمعوا كتولي كتعطي الهواء ديالها معناتها مدلوكه ومعجونه مزيان باش تجيكم كي سبونج. صافي غادي نشدها غادي نغطيها غنديرها في شي هذيك اللي كنت عجنت فيها نغطيها بالبلاستيك غذائي وغادي نرجع لكم ان شاء الله بعد ما تكون خمره العجينه ديالنا نحسوها ولات طالعه وخامره مزيان. ما نزربوش عليها انا كل ما كتزربها كتجي قاصحه فالاحسن خليها تاخذ وقتها. حاولي انك تكوني زربانه على العجينه ديريها واحد ساعتين قبل ما يجو يوجد الماكله تاعك يوجد الضياف تاعك قبل ما يجيو والوليدات في الويكاند ضروري كيبغوا خبيزات ضروري تيبغوا حاجه تكون سخونه. وان شاء الله ونرجع لكم باش نوريكم الطريقه الثانيه اللي كيفاه غادي يكون كيفاه غادي نقرصوهم وكيفاه غادي نزينوهم وندهنوهم بمح ديال البيضه وشويه ديال المحليب. ان شاء الله نرجع لكم بعد قليل. بعد ما خمر الخبز ديالنا شوفوه راه كيتشوفو كيف طالع غادي نحاولو باش نكرصو. كنجيبو مقلات نكونو دهناهم بالزبدة ولا بالزيت اختيار ترجع ليكم وتنحاولو نكرصو. انا غادي نديرهم غير صغار جهد بحال ديال خبز برجر تقدر ديرهم ساندويتشات ولا كيما كتبغيو نتوما. بغيتو ديرهم كبار ممكن ديرهم كبار يعني ما كانش اختلاف غير انا تعجبوني صغاورين باش اللي بقى لي نقدر نحطو في الفريكو حتى القطع اللي غنبغيها. ممكن كاع صباعكم يبانو راه مني خمر هذوك الصباع كاع ما غادي يبقاو باينين انت كاع بخيت تخلوها كاع مني كيطيب مني كيخمر الخمره الثانيه يعني بعد هذه الخمره الاولى راه اللي درنا هي دابا هذه الخمره الثانيه او الثانيه غادي نغطيه ونخليه يخمر. نبقى على هاد نعمر كاع الطرف ديالي كنواصل المهم ندير معاكم غير هاد الطاوة الأولى باش تشوفو كيفاه كنديرلو ومن بعد غنخليه يخمر الخمرة الثانية وندخلو الفران على درجة حرارة 180 نخلو الفران حتى يسخن مزيان عاد ندخل ليه الخبز. لانه لو دخلتو له الخبز باقي الفران باقي ما سخنش كيقدر يقسح وحنا غرضنا به
يجي مفشفش وطري. درتو غير البارح وصراحه مني عجبني بزاف، قلت غادي نشاركو معكم ومع الاخوات يجربوه، لانه ما كياخذش بزاف ديال الوقت. وثاني شيء كاع المقادير اكيد كتكون في كل دار، وكيبقى الاختيار ديالكم، بغيتوه يكون غليظ اولا يكون رقيق، كيبقى داكشي ديالكم نتوما. نورمالمون تكون عندي الشيته باش ديال البيض، ما عرفتش فين حطيتها. غادي ندير بيديه غندهن ببياض البيض كما قلت لك، بصفار البيض وشويه ديال الحليب، كنشدو ندهنو بها غير بيدي. درت داكشي ديال البلاد نورمالمون الشيته، بصح الله ما عرفت فين درتها، وكنشدو كنشدو كنحاولو الموس نوصلوه تقريبا، ماشي لتحت مي تقريبا، باش كيكون زين كما هكا باش تبان، لانه يقدر يخمر وهذيك ما تبقاش باينه، حنا غرضنا بها كتزيين تبقى باينه. فحاولوا تدخلوا بالموس شويه لداخل طبعا ما غيوقع والو. نكملوا الخبز ديالنا هكا، العجينة ديالنا غادي نعمر بها الطاوات ديالي، وغادي نغطيه دابا من بعد ما غادي نزينو بالزنجلان. نحاول نغطيه، نحاول نغطيه ونخليه حتى يخمر الخمرة الأولى، راه خمرها، ونخليه يخمر الخمرة الثانية، وإن شاء الله غادي نجبد لكم الفران وغنوريكم الطبق يعني الخبز النهائي كيف غيجيكم. نتمنى انه يكون عجبكم الطريقه، يعني ماشي شي واعره، هذا بحد ديال الخبز ديال الزنقه اللي كنشريو. انا غادي نواصل العجينه ديالي ان شاء الله، ونتمنى انه يكون عجبكم الخبز اللي درت، واي استفسار ممكن تكتبوا ليا وان شاء الله نقول لكم. وان شاء الله كما قلت لكم غادي نغطيه، غادي نخليه يخمر الخمره الثانيه وندخلو الفران وغتشوفوا النهائي ديالو. نغطيه بهذا الشكل هذا، خلوه يخمر ديالنا بعد ما وجد جاي رائع رائع، يعني عن جد رائع. شوفوا ورطب سخون، بغيت نقسمها لكم ولكن سخونه سخونه وطايب. هايلي كيتفشش سخونه، عن جد سخونه. ساهل ماهل، ما كياخذش الوقت بزاف، وان شاء الله يعجبكم وبالصحه والراحه. تفطروا به مع الصباح، ولا تاكلوا به المرقه، ولا تعشوا به. ما تنسونيش بلايك سبسكرايب، وتحاولوا تشيروها مع الفران ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.